الافريقي نزل شرم الشيخ يتمشى فنزل يشتري كارت ميموري للموبايل بتاعه باعوه له ب 600 جنيه هو زعل على الفلوس الكتير بس مش مشكله عشان المصريين بس الراجل ده بيحب مصر قوي قال كلام في غايه الخطوره بالنسبه لمصر واعتقد انه اكتر شخص لاقى ترحيبا وتصفيقا داخل القاعه في اليوم الاول واليوم الثاني لما جيت اتكلم عن مصر اتكلم عنها باربع اوجه الارض الله فيها موسى وعيسى ارض الجمال فيها نفرتيتي وكليوباترا ارض الاسرار فيها الاهرامات حتى الان لم تفك شفرات بنائها ارض المستقبل والاستثمار والطبيعه فيها الجمال وفيها شرم الشيخ فانت تيجي تحلل الكلام انا اسف يعني كل الكلمات الاخرى لم تكن على قدر اللياقه والايجاز والبلاغه بهذه الكلمه زائد ان الراجل بيبدع في الكلمه ولابس الزي الافريقي اللطيف وبيتكلم انا عايز اقول لك ان الراجل ده هو رئيس برلمان افريقيا بيسموه هناك رئيس برلمان عموم افريقيا هو بالاساس قبل ان يكون رئيس برلمان افريقيا كان وزير لخارجيه الكاميرون فانت بتتكلم عن انه مش بس هو قيس كل النواب الافارقه اللي جايين قبل ما يكونوا نواب افارقه ممثلين لدولهم المختلفه في برلمان افريقيا اللي كان على درجه عاليه من الحنكه اللي كان منهم رئيس وزير تعليم اللي كان وزير صحه تخيل كل واحد جه شاف شرم الشيخ وشاف النواب المصريين وشاف احتفاليه 150 سنه من برلمان ومبهورين بيها وشاف الاجتماع المشترك البرلمان العربي والافريقي كل واحد هيروح دولته